السلام عليكم. شرعت البارحة شركة إيطالية مختصة في زراعة العشب الهجين هذا في يعني بداية زرعه في ملعب عنابة، وقد تدوم العملية يومين، معناها يعني البارح واليوم، يعني عملية وضع العشب السنتيتيك، لي بعد ذلك إذا اكتسبنا العملية تاع وضع العشب الطبيعي كذلك قد تدوم يعني العملية مدة شهر أو شهر ونصف لإعطاء النتيجة، يعني للنتيجة الكاملة باستكمال المراحل وضع العشب الهجين هذا في ملعب عنابة. إذا هذا مرحلة جديدة عرفها ملعب عنابة، وإن شاء الله يكتمل في الوقت نتاعو. والسلام عليكم.